اليوم راح اعلمك عزيزي المشاهد كيف ترسم لوحة بتجنن بدقيقة واحدة، وبوعدك راح يطلع معك شيء بجنن. يلا خلينا نبدا. اول شيء راح نعمله يا جماعة بالرسمة، راح نجيب اي شيء دائري وحنعمل دائرة بجانب اللوحة بهذا الشكل. حتكون الدائرة بهذا الشكل، بعدين راح نجيب اللون الاحمر وراح نعصره على الباليتة تبعيت الرسم، ما بعرف شو بتسموها انتم. حنعصر اللون الاحمر مثل ما انتم شايفين، وعصرنا كثير يا جماعة. وحندهن حوالين الشمس، طبعا اشتغلوا بهدوء وما حدا راح يحطكم بعصاي تسرعوا. وخليك عم تلون بشكل دائري، اهم شيء تكون عم تلون بشكل دائري. وبدي اسالكم سؤال، مين اللي خلاكم تحبوا ترسموا رسمات؟ صراحة انا بحب كثير فنانين اجانب وبحب اشوف رسماتهم. بعدين حنجيب اللون الاصفر، حنعصر اللون الاصفر او اللون الاصفر بعد مسكر. حنمسك اللون الاصفر يا جماعه ونعصر اللون الاصفر. شو عملت يا احمر؟ شو عملت يا احمر؟ حنمسك اللون الاصفر هيك، هسه والله ماما لتيجي تختني عبيت البيت كله الوان. حنمسك اللون الاصفر بهذا الشكل وحندهن فيه جنب اللون الاحمر. حنشتغل بهدوء بهذا الشكل، حنحط شويه لون احمر يصير عندنا اللون الاورنج، وراح نحط الطبقه الثالثه باللون الاصفر هذا الشكل البسيط جدا. رح نعبي اللون الاصفر اخر شيء هيك، نشوف كيف عبيت ايدي. بعدين رح نجيب اللون الاسود، تمام؟ رح نعمل باللون الاسود هيك الجزء السفلي كله باللون، شو باللون الاسود بكل سهوله، كثير كثير بسيطه. يعني نعمل خط مستقيم بالمنتصف. قولوا ياي خربت مجد خربت الصورة. لا حبيبي ما خربت، تعمل خطوط هيك طويلة من تحت، حتصير تقصر، حتبدأ توصلها لهي الخطوط بهي البساطة، وحتعبيها باللون الأسود. حنجيب فرشاة صغيرة هيك، رح نعمل طيور، عرفتوا هاي الطيور تبعت الصف الأول. فيني أقول لك إنه الرسمة هلا خلصت، ومبروك عليك رسمت لوحة بخلال دقيقة واحدة. يلا سلام.